صباح الخير. بما اننا بقى بنتكلم عن الالعاب وازاي الولاد ممكن يلعبوا، فمن ضمن الحاجات اللي دايما بطلب من الامهات يجيبوها هي المكعبات. بس قبل ما بنلعب بالمكعبات، في حاجة مهمة المفروض نعملها وندرب الولاد عليها عشان يعرفوا اصلا يلعبوا بالمكعبات. وهقول برضو المراحل اللي بنمر بيها في لعب المكعبات، لان هم مش من اول مره هنحط مكعبات للطفل هيبتدي يركب ويفك. فاحنا في الاول خالص من هو عمر شهور بنبتدي نقعده مثلا في باونسر، ودي بتبقى لعبه متركبه فيها. بيبدا ان هو وهو عنده شهرين، انا كنت بقعد مصطفى في الباونسر، فمن اول 3 شهور كان بيبتدي يبص ويشوف ان في حاجه متعلقه فوق وبتتحرك، بما انها فيها قطعتين بتعمل كمان صوت. فبيبدأ انه عايز يشدها، عايز يعني يبص لها. لسه 3 شهور مش هيعرف يمد ايده ويشدها. على 4 شهور كان بيبدأ يمد ايده ويحركها بسيط جدا. على 6 شهور كان ابتدى يمسكها ويشدها. فدي من ضمن الحاجات اللي بتقوي العضلات بتاعت الايدين، ان هو يبدأ يعلق نفسه ويمسك حاجة ويشدها ويحاول انه يوصل لها اصلا، فبتقوي عضلات دراعه انه بيحاول يمد ايده لاقصى حاجه ممكن يوصل لها. قبل كمان يعني ومع الباونسر وكده، ان هو يمسكوا كوره تكون طريه مثلا، مش لازم بلاستيك زي دي بس تكون قماش، يمسكوا قطعه لعب قماش زي دي ويشدوها، ونبتدي نشد قدامهم وهم يشدوا. زي ما مثلا ممكن نمسك طرحه او شال او كده، في الالعاب الصغيره قوي دي ممكن يمسكوها كمان، بتبقى جواها زي ما تبقاش محشيه قطن كلها، الحته دي فيها زي ما انتم سامعين كده بتعمل صوت، فيها زي قطع صغيره كده زي الحبوب، بحيث انها تبقى انترستنج برضو ان هم يمسكوها. في كمان الكوره اللي هي مثلا ممكن تنور كده، فيبتدي يتشد ان هو عايز يمسكها ويبتدي يرمي ويمسكها مننا، برضو بتقوي عضلات الصوابع جدا والايد كلها. كمان اللعبة دي هي الشاكوش البسيط خالص اللي هو يدوس يعمل صوت، فبيبقى انترستد قوي ان هو يحرك ايده او ان هو يدوس كده، ودي كمان برضو بندوس عليها بتعمل صوت ومبتتهز بتعمل الوان. انا تعمدت ان انا اجيب ارخص حاجات موجودة ما عدا الباونسر طبعا، هي كانت هدية برضو فيعتبر من غير فلوس خالص، بس هي فعلا دي من ارخص الحاجات اللي سهل قوي ان احنا نلاقيها ونجيبها. الحاجات دي بتتباع في 2.5، وده انا عاملاه من شراب مثلا وانا صغيره كمان، مش عاملاه دلوقتي، كنت عاملاه لحد يعني طفل. فكلها حاجات مش مكلفه، لكن في نفس الوقت هي بتقوي عضلات الايدين وبتخلي الولاد مستعدين للمراحل اللي بعد كده لما يجوا يلعبوا، تبقى ايديهم مستعده ويقدروا يلعبوا بالمكعبات مثلا اللي احنا دايما بنريكومند ان هم يلعبوا بيها. طيب احنا كده خلصنا خلاص مراحل ان احنا بنقوي ايديهم وبنعدها ان هم يبتدوا يلعبوا بحاجه زي المكعبات. لما بنيجي بقى اصلا نقدم المكعبات بنقدمها ازاي؟ ايه الطريقه؟ هل ليها طريقه؟ يعني ما ينفعش مثلا ادي الطفل المكعب مقفول قوي كده وانا اصلا بفكه بصعوبه بايدي، واطلب منه ان هو يشد وهو في سن صغير قوي، فيبتدي يبقى زهقان ويقوم رميه ومش عايز يلعب بيه اصلا. فاحنا لما بنقدم مبدئيا لونين مختلفين، يفضل ما تكونش الوان فاقعه قوي كده، يعني مثلا يبقى زي دي كده اخضر واصفر، بس ده اللي موجود عندي دلوقتي عشان اوريه لكم. فهنقدم مكعبين لونين مختلفين، وهنخليهم زي ما انتم شايفين كده اللي هو ايه، سهله الفك، علشان لما يبتدي يفك يحس انه ايه ده، الله، لا انا عارف اعملها، فانا هكمل، انا هبتدي اكمل. بعد شويه ممكن نقدم بقى اللي هي القطعتين، وبرده تكون مفكوكه كده وتكون لونين مختلفين. وهو كان بيعمل الحاجات دي تقريبا من 7 8 شهور كان بيعرف يفك المكعبات، وكنت بقدم له دايما مكعبات متركبه في بعضها، ممكن اركب 2 كمان فوق دي او 3، وهو يبتدي يفك واحده واحده، وابتدى يعرف بعد كده ان في فرق ما بين المكعب ده والمكعب ده. فابتديت اقدم له اللونين فوق بعض واقرب شويه، هما مش مقفوله برضو للاخر، بس هي الفتحه بتاعتها اصغر شويه من دي، فاصعب شويه في الفك، فيبتدي يجرب ويفك. الاطفال في الاول مبدئيا برضو عشان ما تحبطوش، هما مش هيعرفوا يركبوا، فاحنا بنقوي عضلات ايديهم وبنعرفهم على اللعبة بان احنا بنوريهم الفك الاول، فاحنا بنسهل لهم الفك بحيث ان هو
يبقى انترستد قوي ان انا العب بيها بعد كده واشوف ايه ده ماما بتركب، طب انا بعد كده هحاول اركب. بعد كده بنقدم بقى لونين برضو زي بعض ومتركبين كويس، فيبتدي يفك ويركب تاني. وممكن بقى نبتدي نكبر القطع تبقى 3 وبعدين 4 وبعدين 5، مفيش مشكلة. بس دي الطريقة المبدئية اللي أنا قدمت بيها المصطفى المكعبات، وهو حاليا بيركبهم وبيعرف يفكهم ويركبهم، كل قطعة بيعرف تتركب فين. لما بيشوف 3 أو 4 حتى من نفس اللون متركبين بيبقى عارف إن أنا لما اجي هفك، لا انا هفك 3 او 4، وان القطعتين دول لا كده دول مش قطعه واحده، في فاصل ما بينهم. فقلت اقول لكم برده احنا عملنا ايه في المكعبات علشان لما نيجي نقدمها لاولاد ولا احنا نحبط ولا هم كمان يحبطوا ويحسوا ان هم قادرين يلعبوا وعايزين يلعبوا ويشوفوا اكتر عنها. كمان زي ما انتم شايفين القطع كبيره، يعني القطعه الواحده اهي اصغر قطعه فيها، دي ما تجيش جوه بق طفل يعني، فاحنا المفروض نختارها كده. اول حاجه نقدمها للاطفال القطع كبيره بحيث ان هي برده ما تبقاش خطر على الاطفال، ونقدر نلعب بيها بامان. لو انا بصيت الناحيه الثانيه حتى لمده دقيقه او ثانيه ما ينفعش اسيب الطفل مع حاجه ممكن يحطها في بقه وتبقى على قد بقه. بس كده. لو عندكم اي طرق تانية استخدمتوها في اللعب مع اولادكم او اي نوع مكعبات افادكم مع اولادكم، يا ريت تقولوا لنا علشان كلنا نستفيد برده.